شلونك يا عمر؟ شلون صحة؟ الحمد لله. وأخيرا شفتك؟ تحقق الحلم؟ ربنا إن شاء الله يعافيك. خليك لي يا رب. الحمد لله. وقولي الحمد لله. الحمد لله. اللي أبقاك وهو اللي يقدر يحميك في كل شيء. يحميك ويخليك لي يا رب بطول بعمرك يا الغالي. تستحق. يبا هذه شهادة وشاح الكويت للعمل الإنساني اللي لبسوني إياه. أنا حبيت أهدي لك إياها. قائد الإنسانية وبنتك سفير عمل الإنساني شباب الوطن العربي. يا بعد عمرك خليك لي الغالي حبيبي. آمين. خلي أمل كله. أمل بالله كبير. ابتسامتي امتدتها منك صدقني. الله يحفظك يا عمري. وهذا كتاب سويته ويكون الرعب الكامل لأطفال السرطان المنكوبين اللي ما يقدرون يتعالجون. لأن إحنا عيال خير. وأبونا أبو خير. يعني إنسان خلق بمشيئة الله. أكيد. يمرض يصحى يعجز. أي. كل شيء. لكن هذا هو أمر الله. أمر الله. أنا شايفة بس لا يتيأس والله. ما يأس الحمد لله. أنا شايفة أنها نعمة. ثم ساعة أقول حق الشيخ إنه حسيت ان هذا الله سبحانه وتعالى اكرمني بهذا المرض لالتفت لاطفال السرطان اللي محتاجين ان احنا نوقف معاهم. فالحمد لله من فضل ربي. يمكن تفضلوا الساده قالوا لك ان سويت اول موقع للتبرع بالخلايا الجذعيه لاطفال سرطان العالم مجانا. اي طفل مريض من كل انحاء العالم الموقع يتكفل انه ياخذ الشخص المتبرع يوديه حق الطفل وين ما كان، فيدخله بالمستشفى ويتكفل اقامته يومين او ثلاثة ايام على حساب الموقع، وهو موثق من الصحة العالمية. والحمد لله ان قدرت اني انا اخذ عليه براءة اختراع وان ما حد يقدر يشتري ويسوي تجاري او مشروع تجاري لمدة 100 سنة لقدام في حال انا موجودة في الدنيا، او اكيد مو موجودة ل 100 سنة قدام. يتم مخلد لكنه مجاني. يعني ما حبيت ان يتاجرون بالاطفال اكثر لانه كان في نوع من يعني من التجارة بالعلاج، لكن الحين الحمد لله باسم الكويتي ارتفع الحمد لله. فصار اول موقع عربي عالمي للتبرع المجاني. أنا سميته باسم الكويت للأمانة، لأن سفارة الكويت في بريطانيا وقفوا معي وما قصروا، ولأن صوتك موجود، ولأن ابتسامتك هي اللي أنا استمد منها صراحة طاقتي. غير أن أدري أن أبوي يحب الإيجابية، أنا إنسانة وايد أحب الإيجابية. لما ابتسمت حق المرض قدرت أني أوقف على حيلي، معنا قالوا لازم ويلتشير وما تنفسين عدل وايد أمور، لكن كان جاية أنا بسيارتي وداشت لك على ريلي لأن الأمل بقلبي، لأني حاسة أن في رسالة لازم أنا أوصلها اللي هي صوت الإنسان، أن الكويتي يقدر. إحنا قدرنا بكل الحالات، قدرنا نوقف على ريلنا بكل الحالات. فمع المرض أنا تخيلت أن المرض هذا استعمار وأنا الدولة ووقفت بويها وقدرت عليه. الجيش اللي داخلي هو إيجابيتي، ابتسامتي هي الجيش اللي داخلي، وقفت بويها. إيماني قوي بالله سبحانه وتعالى، كنت حاسة أني راح أوصل حق مكان، بالفعل وصلت. حلمي من أنا طفلة أن أنا أوقف بمجلس الأمة أقول كلمة وبعدين أشوف حضرتك. سبحانك يا ربي، وصلت مجلس الأمة واستقبلوني وسووا لي استقبال في قصر دسمان، واليوم أنا عندك. يعني بحضن أبوي، يعني ما أدري شنو أقول أكثر غير أن الله سبحانه وتعالى كرمني. لا أبوي. أبوي إي والله أبوي. يرجع لك صحتك. آمين يا الغالي ويخليك لي. لا تيأسي. أبداً. والله لا تيأسي. ما يأستي بكلش ولا راح يأس. ومن بعد هالشوفة بس أحس جرعة أمل وإيجابية. الله يخليك لي الله. بهذه الكلمات الأبوية، بهذه الكلمات الإنسانية، بهذه الكلمات استقبلها أبونا وشافته مثل ما كانت رغبتها بأنها تلتقي فيه وتشوف عيونتهم غرقة. شوف قاعدة أبو مع بنته، بس ما في ما تقدر تترجم. زلت توهقيني أنا مقاوم. أنا شيء ما من ساعة وأنا أقول لها بندش بنفسي وبنطلع، لكن دموعنا بتكون دموع فرح أكيد، لأن شيء ما ردت لنا بالسلامة، نورت ديرتها وبيتها، وإحنا كلنا الكويت كلها استأنست لما رديتها أكيد شيماء.
الحمد لله على سلامتك. الله يسلمك. نورتي المكان. نوركم. نغبطك على هذا اللقاء الأبوي. ما في بروتوكول، ما في رسميات، ما في بعيد كل البعد عن كل ما يشوفه الله يطول بعمره ويحفظه أبونا صباح. لقائك بقائد العمل الإنساني بشهادة أممية، وأنت أيضا عندك لقب هذا ولكن شبابي على إطار محاربتك، ومثل وصفك الدقيق اللي قلتيه أنا ترى أول مرة أشوف اللقاء كامل، أنا شفت يعني مقتطع منه بس وصفها للمرض وطريقة محاربته ما أدري شنو سويتي فيني. الله يحفظك يا رب. صباحكم الله بالخير. صباح الخير. عسى الله يحفظكم يا رب، يحفظ هالديرة اللي ما عندنا نفسها والكل يتمنى يكون فيها وجزء منها سواء مواطن أو غير مواطن. شهر فبراير شهر خير على الكويت، أتمنى طول السنة يكون فبراير للحب الكبير، للعطاء، للتزكية، لاحترام العلم. وسيدي صاحب السمو أبوي مثل ما قال أنا أبوك، ما راح أنسى هالكلمة لآخر يوم في حياتي لآخر رمر وياكم يا رب. أمس الوالدة قالت عسى الله يأخذ من عمري ويعطي، مساء برا الهواء قاعدة أقول لك من كثر ما حسيت بإحساس وصلت حق أمي، أمي حست فيني. قلت لها يما دخلت ولا رجفة ولا خوفة، الله يعلم أن هذا صج. يعني دخلت على القاعة كأني داخل صالة البيت وأبوي وقف، فوقف لي احترم وجودي مع أنه هو أمير الدولة، أنا اللي ممكن أتم واقفة طول الوقت، قال لي قاعدي شنو تبين تشربين؟ فكان هذا الترحيب. فقلت يبا منك كل شيء أشرب. يعني طلعت من قلبي وتم الكلام كله من القلب إلى القلب. الله يشهد أني ما حضرت كلمة ولا قريت شيء ولا قررت أني أنا أعطي أي شيء مطلوب مني من برا. للعلم أنا ما قلت حق أحد إلا المقربين جدا 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 من العائلة، حتى على نطاق أوسع من العائلة ترى ما يدرون. ليش؟ حبيت الكويت كلها تدريني أنا شفتها مع بعض حتى مع أهلي. كنت قاعدة أقول يعني قلت حق أمي وحق بعض أخواني، قلت لهم أن يمكن يصير شيء بعد ما تدرون، باكر مطر، أمطار غزيرة، يمكن يقول لتين، يمكن بابا صباح ما يبي يطلع، ما ندري. بالفعل كان داخلي هذا الإحساس أنه ما أبي وايد أتفاعل مع الموضوع علشان لا يخترب، سبحان الله. فشفته فرحنا في بعض. أنا أقول عن لسانة نحن فرحنا في بعض لأن أنا شفت هالشي في عيونه، وأكيد كل الشعب الكويتي شاف هالشي في عيونه. صحيح. أبوي كان مستمع جيد، كان قاعد يسمعني بكل حب، إيده مسكتني وطبطبت علي ولامني أني أنا رديت عن العلاج، فأقنعته مثل ما البنت تقنع أبوها بطريقة عاطفية، وفهمني أنا ليش رديت. فالحمد لله على وجوده، والله يديم لنا عمر لأنه هو ذخرنا، هو سندنا، مقلة بآل الصباح. بس بابا صباح بوجوده أمس المتواضع أتوقع أنه ما في أبو بعده. لا طولت العمر إن شاء الله يا رب. وإحنا في ظل هذه الأسرة الكريمة اللي طبعا تتوارث الإمارة في هذه الدولة، وكل اسم لا معنى في قلوب الكويتيين. اسم بابا صباح وارتباطك فيه حاليا بعد ما حققتي هذه الأمنية بلقاء حضرة صاحب السمو، الحين راحت على قولتهم سكرة ويات الفكرة، اللقاء وتم، ليش ردت شيماء؟ شيماء ليش ردت؟ لأن الرسالة لازم تكتمل. في وجودي برا ما راح تكتمل. أنا أنجزت وأنا كنت خارج بلاد صح، ومشيت بطريقي وبشغلي والعمل التطوعي وكله مشى ونجح الحمد لله ووصل لصدارات عالمية لله الفضل والمنة. لكن في مراحل يعني معينة حسيت أنها ما لها داعي. طبعا بعد رجوع حق الدكاترة حسيت أنها ما لها داعي وجودي. من قبل أنا اتخذت هالقرار لكن قالوا أنه في عملية وأنا رحت عشان العملية، وبالفعل العملية تمت. فبما أنها تمت وأنا راح أرجع وأمشي على نفس التوصيات اللي قالوها الدكاترة، فما شفت أنه في ضرورة لوجودي هناك، لكن في ضرورة لوجودي بالكويت. لأن لما أنا بديت بالمشاريع نفس ما قلت مساع وصلت للعالمية، الحين أنا في صدد أني أنا أنشرها بالكويت. لازم
ديرتي حق فيني. ولو ما هالرسالة بتطلع من هني، كان أمس أنا ما شفت سيدي صاحب السمو. صح. بدون طلب، بدون ترتيب، فجأة الله سبحانه وتعالى أكرمني بهذا الكرم الجميل إني أنا أشوفه. فكنت أنا أبي أنطلق من جديد، كانت بتكون هذه الانطلاقة من مكان ثاني، من دولة أخرى لكنها باسم الكويت، كالكويتية شيماء العيدي رايحة تمثل دولة الكويت. سبحانك يا رب، اتخذت القرار. ويعني أنا من أول ما اتخذت ترى ما كنت مترددة إني أنا أرجع أبداً. ممكن أرد أكمل، مو علاج، أخذ يعني بيشيلون مني جزء حاطين لي بعد العملية مثل جزء تقويمي لازم ينشال بعد فترة معينة، راح أشيله وأرد يعني فترة بسيطة جدا. بس الإقامة دائمة والعودة دائمة. في رسالة بالكويت لازم تتحقق، وبفضل ربي بديت فيها وإن شاء الله راح تكتمل. بما أن روحي ما زالت تصعد تنزل راح أكملها، وراح نقعد نفس القعدة مع هالوجيه الطيبة، وراح أقول لكم تذكرون وراح أسويها إن شاء الله. لصلاة العمر إن شاء الله. لصلاة العمر. شيماء، أمس وجودك مع صاحب السمو ملايين مو بس الكويتيين من برا الكويت يتمنون يشوفونه من بعيد أصلاً. أنت أمس قعدتي هالقعدة معه، ويمكن أنت فضلتي إن أنت ما تقولين إن أنا راح أشوف صاحب السمو لما تتحقق هالأمنية وتشوفينه فعلاً قدامك تقعدين قدامه. أكيد في ناس لما تتمنى هاللحظة تقول بروح وبقعد وياه وبستمتع بهالدقائق اللي ما أدري إيش كثر وقتي معه. لازم يكون في أحد في بالي يقول على الأقل بطلب شيء. في بالي أمنية ودي أوصلها له. كان عندك طلب؟ طلبتي؟ إيه طلبته. شنو؟ طلبته ابتسامته تدوم، وطلبته ما يزعل، وطلبته يدري بطريق مباشر وغير مباشر إن إحنا نحبه حب ما يتخيله. احنا موجودين بحسه. سيدي صاحب السمو كان قايل حق الشيخ خالد عبد الله الصباح ان انا شنو سويت لها حق شيماء، لان الشيخ خالد عبد الله يقول شيماء وايد تحبك وتقول بابا صباح وايد سوالي وايد عطاني. فبابا صباح رد عليه قال له شنو سويت لها، انا ما سويت شيء. فبابا صباح فهمها على الصعيد الشخصي على بال ان انا قايله، فقلت له يبا شلون ما اعطيتني، اذا انا مسموح لي أني أنا أسافر للعلاج بدون ولا واسطة ولا طلب مني، أن أنا علاجي متوفر برا، راتبي بالكامل قاعد يمشي. وهذا اللي قلته حق أبوي وقلته حق الشيخ خالد العبد الله، راتبي كامل بدون لا يقصصون منه شيء. لما سافرت هناك علاجي متكفلة فيه الحكومة زائد مصروف يعطوني إياه ومرتاحة. نصعد حق سقف أعلى من الماديات. جنسيتي وين ما أروح حاطت لي ذيك العزة والكرامة والاهتمام. يعني هذا الكرت الرابح اللي أنا قاعد أمشي فيه، شلون يبا أنت ما أعطيتني هذه العطاءات؟ أنا ما ألتفت حق السلبيات، نفس ما نقول ما نشوف الكأس الفاضي من الممتلئ. أنا أشوف الممتلئ. يبا أنت عندك عالم كامل واقف على كلمتك، الحنكة اللي أنت فيها، العقلية المدبرة، أنت قاعد تراضي الدول، قاعد تحاول أنك تحل مشاكل. إني إحنا نعور قلبك بسلبيات ما لها معنى علشان نلبس لبس الديمقراطية علشان نألمك؟ أنا أدري إن أنت ما تحب السلبية وتحب الابتسامة. وذكرت بفيديو أنا وايد أحبه له، لما قال رحمة الله عليها زوجته دائما تقول له ليش أنت كله مبتسم، يعني أنت ما تعرف ما تضحك؟ والفيديو موجود له وأنا وايد أحبه ونزلته عندي وقلت لي يبقى أنا استعز فيه، وهو ضحك وذكره ويهت لوق عليه الضحكة بالضبط. يقول أنا ما أعرف، قال بالحرف بكل براءة وجمال وتواضع أنا ما أعرف ما أضحك. فقلت له لأنك ما تعرف ما تضحك أنا أبي هالطلب. المسألة إخواني أنتو مساء قلت لك مو ماديات. ليش نربط دائما وأبدا على مر العصور والأزمان أن لما نقعد مع أمير دولة أو شخص ذو شأن لازم وراها مبلغ ولا خدمة؟ لا أبداً. قعدتها معي هذه القعدة تسوى الدنيا، ترى هذا مو حكي فاضي. صحيح. الله يعلم، وسيدي صاحب السمو والشيوخ اللي كانوا موجودين يدرون أن هذا الكلام واقع. وأنا قاعدة أتكلم من مجلس الأمة وهذا كلام واقع، وقبل دقائق قلت حق مرزوق الغانم أن نفس الكلام معالي رئيس مجلس الأمة. نعم، أنا قلت له أن هذا الموضوع حقيقي،
ان احنا ما نبي نطلب شيء. فباسمي انا شباب الكويتي الطلب ابتسامته وجوده بيننا. قلت له يبا احنا بنحقق الهدف ان احنا نثبت اقدامنا بالكويت بوجودكم وبصوتك وبحسك. فهذا اللي كان ودي يوصل وان شاء الله يوصل حق الشعب. شيماء على طاري زياره سيد معالي مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة هذه كانت اليوم صح؟ اي ما شاء الله بسرعة طلعت الصورة. اي حاضرين احنا مجلس الأمة سريعين. زين هذه طبعا كانت صورة من لقائك اليوم. شلون كان لقائك ايضا مع سيد مرزوق علي الغانم رئيس مجلس الأمة وشنو الحوار اللي دار؟ سموحة انا ما احفظ الألقاب. والله كان لقاء بسيط سريع مفاجئ بالنسبه لي لانه يالي اتصال بالليل وقالوا لي ان حضرته يبي يشوفني بما اني انا يا القناه. نعم. ف وايد اثنى على لقائي بسيدي صاحب السمو وقال ان الكويت كلها فرحت ونبي الشباب كله ياخذ منك هذه الروح وهذا الثبات وهذه الايجابيه وحب البلاد. وقال انت صرتي رمز من رموز البلاد اكيد وحب انه يوصل لي رساله أن مو بس سيدي صاحب السمو يستقبلك حتى هني بيت الشعب نفس ما سمى مجلس الأمة بيت الشعب. نعم. قال لي هو مستقبلك واللي حابة تقولين أقولي وعندك القناة مفتوحة قولي فيها كل اللي أنت تبينه. وكان يعني قاعد أقول كل اللي أنا أبي. فكان لقاء جميل. إنزين قبل لا ننتقل للسؤال اللي عقبه في على موضوع القمة. أكو قمة ما حضر فيها. لا. إيه. مو أي قمة. أيه. وأي قمة وهي يعني شوف شنو كانت راح تسوي وشنو صار بالمقابل. لازم تقولين إن شاء الله. هو مؤتمر قمة الحكومات العالمية يصير في دولة الإمارات العربية المتحدة كل سنة يبون في قادة العالم لمدة 3 أيام يبون في حوارات سياسية واقتصادية واجتماعية وحوارات عن السعادة. فوقع علي اختيار من السنة اللي فاتت وشاركت معهم بالفعل قدام قادة العالم في مشاركات من 7 ملايين نسمة وينقل على كل الفضائيات العالمية بجميع اللغات. فهو ما أقدر أقول هو شيء قليل أو أن أقل من أن أنا أروح له في مقابل أي حدث ممكن يصير. سبحانك يا رب أنا أتمنى وأحبه وسعيدة باختيارهم لي السنة الثانية على التوالي اني اتكلم بلسان شباب الوطن العربي. المره الاولى خذوني لحديث مع السعاده وتطور الحياه العالمي. ونفس ما قلت لكم من اللقاء اللي قبل حاطيني بالابلكيشن للسعاده. صحيح. وموجود ما زال للحين جددوه حق 2019 وكان مفترض اني انا اروح يوم الاحد الساعه 7:30 طيارتي وحاجزين لي والتاكيد عندي بالايميل وحجز الفندق كل شيء تمام. يا شيء ما قومي حطي الجنطه. سوي الجنطة. داخلي في شيء رادني مو محبة هذا الشغف فيني بالعكس هذا شيء وايد حلو وأبي أنفض المرض مثل ما يقولون توني رادة من السفر وما طلعت بشيء للحين فأبي أنجز فهذا بيكون واجهة كبيرة لي. نعم. لكن سبحانك يا ربي الله أراد لي أني أنا أقعد أنا ما رفضت ولا كنسلت فيالي الاتصال الصبح يوم الأحد نفس ما قلت لكم 7:30 طيارتي على الضحى يالي اتصال من الشيخ خالد عبدالله الصباح كان يقول لي باكر الساعة 10:30 سيدي صاحب السمو ينطرك. فقلت بس هذا اللي كان بعدني سبحان الله. فأنا صار فيني لو رايحة كان الجهاز مغلق كان ما صرت وشفته. فالحمد لله تقبلوا الموضوع بصدر رحب. أول ما قلت لها أن أنا ما راح أقدر أجي هم حاطين لي إنسانة قمة بالأخلاق قالت لي ليش يا شيماء تضايقت يعني قلت لها انا اعتذر اني ما راح اقدر احضر. فقلت لها زين سمعي السبب وراح تفرحين ما راح تزعلين. فلما قلت لها اني بشوف سيدي صاحب السمو فرحت حيل وقالت بلغي السلام عسى الله يطول بعمره وفرحتينا. قالت صراحه اللي بتسوينا اسعد من احنا نشوفه قبل ما احنا مشتاقين لك وان حديث السعاده بيتاخر. فلما شفت سيدي صاحب السمو قلت له الموضوع قلت له يبات رايحين مؤتمر القمه مثل ما انت عارف وانا ما رحت فشنو رسالتك لهم؟ قال بلغيهم سلامي وان انت جيتي عند ابوك وقعدنا مع بعض تكلمنا وقيل لهم ان الايجابيه موجوده والسعاده ان شاء الله موجوده. هذه الرساله جات من تلفزيون الكويت
بلسانك من صاحب السمو الله يطول بعمره ويحفظه الى القمه المنعقده في الامارات العربيه المتحده واللي ما قدرتي تكوني موجوده هناك بسبب زيارتك لحضره صاحب السمو. هذا اللقاء الابوي للكل امس يغبطك عليه، ما حد يحسد يغبطك عليه، ونتمنى لك ان شاء الله يربي دوم السلامه وان احنا نشوفك بافضل حال. شيماء من الاسامي اللامعه والبارزه، فعلا انت رمز، فعلا انت علامه، فعلا انت محاربه ومناضله ومكافحه. مهما اقول عنك ما اقدر اقول الا ان انت السعاده بشكل حرب على كل ما هو ضد الايجابيه. وإذا احنا دائما نقول في ناس تترك بصمه في حياتنا، فتاكدي ان انت اكيد قاعده تتركين مو بصمه واحده، تخيلي ايش كثر البصمه قاعده تعطينها لكل من يتابعك يا شماعة. خليك بايجابيتك واحنا كلنا قلوبنا معك. واذا ابونا العود قال انه ابوك يدعي لك، فاحنا اكيد ما بعد كلامه كلام. الله يخليك صحه والعافيه يا رب. يعطيكم العافيه. مثل يحتذى به شيماء العيدي. شكرا لوجودك معنا ونورتي المكان، وربي يكون معك وين ما كنتي. مشاهدينا الكرام، بكذا نكون وصلنا الى ختام حلقه اليوم من الكويت اليوم، وما في احلى من ان احنا شفنا اليوم ابونا وهم ابتسم مع شيماء العيدي، وشفنا شيماء ابتسمة أيضا، وهذا أجمل وأجمل. شكرا لكم، إن شاء الله موعدنا باكر من 9 ولغاية 1. مع السلامة. مع السلامة.